مرحبا. بتعرفوا انه كل دقيقة عم بيموت 7 اطفال من الجوع؟ وانه بال 2020 يمكن تقل محاصيل الرز بالعالم اللي بيعيش عليها القسم الاكبر من سكان الارض؟ رح يتراجع انتاج القمح لاكثر من 50%، وبالتالي الامن الغذائي العالمي مهدد بالخطر. هيدي مش افتراضات، هيدي وقايع يمكن تصير اذا ضلت حرارة الارض عم ترتفع كل سنة عن سنة. بالعودة لطقسنا، طقس ربيعي متقلب عم بيسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، رطوبة معتدلة الرؤية متوسطة على الساحل بتسوق على المرتفعات بسبب الضباب، البحر هادي الهواء خفيف. واليوم غائم إجمالا مع استقرار بدرجات الحرارة اللي عم بتسجل ببيروت 29. منبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، ومنروح سوا إلى شمال لبنان حيث عم بتسجل بعكار 13، طرابلس 22، جبال 22، برمينة 21، بيروت 22، بيت الدين 20، صيدا 22. ننتقل من بعدها إلى بنت جبال 20، النبطية 20، رشاية 19، زحل 18، بعلبك 20، الأرز 12، والهرميل 24. أما الرطوبة فبتتراوح بين 50 و80%، حرارة سطح الماء 23، وسرعة الرياح بين 8 و25 كيلومتر بالساعة، والريح عم بتكون شمالية غربية متقلبة ضعيفة. كيف رح يكون طقس اليومين الجايين؟ منشوف سوا. لليلة رح توصل ل 13، وأقصاها بنهار 28، تلاتة بتتراوح بين 14 و29، والأربعة بين 15 و30. ومنبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، ومنروح سوا إلى القدس 21، صنعاء 19، مسقط 32، وبغداد 26، الجزائر 15، الرباط 21، برلين 14، مدريد 17، ولندن 14. وهيدا كان كل شيء. باي.